الا خيالي. ف... يا اهلا وسهلا بكم. الاجواء اليوم الا فتشي بربي، فاريد اشوف لكم واحد من اكبر مولات على مستوى العراق، تحديدا كردستان باربي، مجدي جراند مول. مول فتشي خيالي، فراح اشوف لكم كامل تفاصيل هذا المنطقه وبتحديدا المول. تابع الفيديو ولا تنسى تدعمنا باعجاب فقط. تحيات. طبعا المول صاير على طريق شقلاوة، هذا طريق شقلاوة اللي تجوم من الداخل داخل أربيل، هذا منها تجوم من داخل أربيل بيطلع على طريق شقلاوة، هذا طريق شقلاوة بين الشارع 120 و 150، يعني بس تمشي شوية قدامك راح تجي شارع 150. وهذا النافورة الراقصة اللي صايرة مقابل المول، شوفوا مثلا المول قدامكم جراند مجدي مول، شوفوا ايش كبره. وهذا الباركينج الجراج مالته كل شيء خبل. هنا طبعا الجراج خارجي وداخلي بيها، هذا الجراج الخارجي وكلها مجانا، يعني ما راح تدفع ولا فلس. والطرف الثاني يجون الباصات، شوفوا هناك مثلا اكو باصات تجي، باصات من غير محافظات بيجون يشوفون، من يجون الأمير يشوفون المول هذا. فهذا المول جديد فتح تقريبا صار اعتقد سنه. بشوف الاجواء، واحلى شيء هنا هذا البيها النافوره الراقصه قدام المول، شوفوا شلونها. هسه ما مشغلين الموسيقى بيه لان بعد وقت من وقت جيت، بس شوفوا الاجواء شلونها، النظافه والترتيب. طبعا للاشخاص اللي يدون تكاسي هنا قدام المول بالضبط، ماكو اي مكان للتكاسي، فقط هنا التكاسي موجودين قدام المول بالضبط. هسه دا يسوون تحضيرات على احتفالات راس السنه. شوف المقاهي مالتهم، هذا الطرف كلها مقاهي، هي شوفوا ارابيكا مدري جراند ماجدي مش مكتوب، المهم هذا الطرف كلها مقاهي، اللي يريدون مقاهي هاي الطرف صاير. طبعا المول كلش كبير، ايش قد تشوفوا حجم المول، حجم مو خيال يعني كلش كبير، فهذا يستمر لي ورا. وجراج كل طرف بها جراج، بس تدخل من البوابه جراج على جيش الصفحه، وطابقين جوا، تخيل طابقين اكو بعد جوا جراج. فهسه راح اشوف لكم كامل براندات كامل الماركات اللي موجوده جوا، وراح اشوف لكم اسعار داخل المول وداخل اربيل، شلون الاسعار باربيل. فراح نكمل وياكم، بس اريد اسال منكم شغله، لا تنسون الاعجاب بالفيديو، واذا عجبك احكم لنا تعليق وشلون شفت المول واللي جايين عليها واللي ما جايين عليها. شوفوا مثلا جباص ثاني، شوفوا من كل المحافظات يجون على هذا المول جراند ماجدي مول. طبعا الحلو مسوين بيها انه ما عندك اي مشكله، لا مشكله باركينج، لا مشكله ازدحامات، هي صايره شويه خارج يعني على طريق 150، تخيل على طريق شقلاوه 150 بالضبط، هذا ال 150. فال يعني مسوي حل لكل المشاكل، يعني الباركينج والازدحامات، تطلع من الداخل، تخيل تطلع من الداخل. وراح اشوف لكم البلكون اللي اجواء صايره على البلكون الا فتشي. شوف ايش قد حلو كاتبين على الباب، ممنوع الدخول الكلاب، سكاكين، وبعد شنو؟ بعد بيها الجقاير وبيه مسدس، ممنوع الدخل هذول جوا على المول. بس شوفوا لي حجم المول.
طبعا اول ما تدخل ال سي وكيكي، هي يعني شركه ال سي، الماركه ال سي. شوفوا لي حجم المول داخل، يخلون هاي السيارات اعتقد الهدايا، بس ما ادري شلون. مثلا هذا السياره ام جي، سياره صينيه اعتقد، صيني، فاعتقد يسوون عليها شو اسمه، تشتري هواي يخلوا لك على القرعه، يسحبون قرعه. لاكوست، شركه لاكوست، اول من تدخل الماركه. شوفوا الاجواء شلونها، شوفوا لي حجم المول. طبعا يستمر هيجي 4 1 2 3 4 5 5 طوابق، تخيل. تخيل هذا الطريق اللي بده يودي على تواليتات. اشوف النظافه والترتيب، عبالك تدخل على اجتماع شيء مو تواليت. شوفوا لي جمال التواليت، حتى تستحي تسوي شيء. النظافه والترتيب، شوفوا. شوفوا لي حجم هايبر ماركت، ايش كبره، شوفوا ايش كبره، طويل كلش كبير. فهذا داخل المول، هذا كلها الماركت. تخيل، صراحه اشوف لكم الاسعار داخل الماركت. طبعا بس تدخل هايبر ماركت ماكو شغله ما تلاقي بيها، اي شيء تحتاج البيت بيها، من الاشياء مال المطبخ و منزلية وغير المنزلية، ما ادري شنو، كلها بيها. شوف الطاولات، وهاي اسعارهم ارخص من اي اماكن، يعني انا شفت الاسعار بصراحة ارخص، وكل شيء عليها تخفيض 30% 20% 30% 20%. شوف ايش قد كبير، بعد دا يروح للنهاية. شوفوا لي حجم الماركت، تخيل هذا الماركت اللي موجودة داخل المول. شوفوا الماركت مالته ايش قد كبير، يستمر طويل. طبعا اكثر شيء موجود بهذا المول النظافة، مهتمين على نظافة فول، كل شيء بيها نظيف ومرتب ترتيب. شوفوا الترتيب شلون مرتبين، كل شيء، مو بس الماركت، هاي كل شيء بداخل هذا المول مرتب ونظيف. شوفوا مثلا التخفيضات بداقي توصل 50%، طبعا كل الماركت 30% 50%، شوفوا كلها مكتوبة بها لل 50% 30%. بعد شوفوا لي الديكور، السقف الثانوي مال المول. طبعا تمشي ما تبيها ما تخلص، ساعات تمشي بيها ما تخلص، ايش قد ما كبيرة. وكل شيء مكتوب بيها، جراج ما ادري تطلع او تدخل. شوفوا هنا مثلا شلون تعرف مول مميز، انه تلقي هذا بيها. هذا شنو، اي شيء تحتاج موجود داخل هذا الشاشه، يعني اي شيء تحتاج. مثلا شوفوا اللغه الكرديه والعربيه، مثلا العربي هو اصلا عربي. شوف اسم المحل، اكتب اسم المحل، اي شيء اي شيء تحتاج تدوس عليه تطلع لك. وين هي الخريطة، شوف شلونها، تختار وين صايرة بأي طابق بأي شيء. فتشي خبل وربي رجوع، كل شيء بيه، كل شيء، أي ماركت أي شيء تريدوها تدخلون هنا. المطاعم يقول لك احصل على مدري شنو، فهذا شيء كلش مميز. الحلو بالمول تعرفون شنو، انه كاتبين كل شيء الاسعار. شوفوا لوز خام مثلا 14000 دينار عراقي، لوز خام كل شيء بها الاسعار، حتى الفواكه كل شيء كل شيء، يعني ما راح تحتاج اي شيء تروح تسال سعر مالته. البصل 950، بصل الاحمر ليش سعره على ديك الصفحه، هذول هنا كل شيء بلف. قهوه
قهوة مثلجة يقولوا بألف. شوفوا مثلا دي فاكتو اللي أكثر الناس يشترون منها مسوي تخفيض 50%، واصل الأسعار 50% تخفيض بالملابس. شوفوا شلون شغلات عندهم، قد سعر هاي مثلا صار عندي فضول عجبني هاي ب40,000. بس شوفوا شلون شلال تعبر، هذا هو الشلال. داخل المول تخيل حتى اكو اشجار وما ادري شنو داخل المول، ما ادري شايفين بغير مكان اشجار. انا لا اشوفه كان مجدي مول، شوفوا الجمال، شوفوا الكبر ايش كبره. تخيل حتى فرع الرئيسي للابل موجود، شوفوا فرع الرئيسي مال الابل داخل المول. مستحيل مستحيل تجي على هذا المول وما تلقي الماركة اللي تريدها، كل الماركات تقريبا صايرة داخل المول. طبعا اكثر شيء راح يعجبكم بالمول انه النظافة، النظافة ما شفت حتى المولات التركية ما شفت هيك نظافة بدون ما ابالغ. بس شوفوا النظافة والترتيب. شوفوا اكثر المحلات الاكل او المطاعم راح تفتح هنا، بس شوفوا بعدها جديد المول لهذا، حتى خالين صور مال المطاعم اللي راح تتفتح هنا راح يفتحون بهذا المول. تعرفون الطابق الاخير دائما بالمولات، الطابق الاخير اخر طابق راح يصير هي طابق الاكل. هسه حاليا جديد بعد مفتحين اكو بعض المطاعم، بعض المطاعم المشهوره، بس حاليا بيفتحون بعد جديد. مول ضخم ضخم كلش. صار لي تقريبا بالأربعين دقيقة بعدني ما شفت ولا شيء، حتى يتعب. شوفوا لي المكان اللي راح تصير المطاعم، يعني الناس تجي تقعد. مثلا هذا واحد من المطاعم برجر كينج، شوفوا الحجم هنا راح تفتح القعدات. بس شوفوا لي المنظر، حاليا مفتحين بس كم طاولة. شوفوا المنظر، طبعا هذا هو شارع 150 بالضبط، صاير على شارع 150، يعني قريب على شارع 150 طريق شقلاوة، تجي من شارع من الداخل يعني. طبعا هاي اجمل مكان شفتها، مندي الحطاب كاتب قاعده فيها في تشي، بس ما لحقت اصور نزلت لين. شوفوا الترتيب والنظافه والجمال المول من هنا الا في تشي. طبعا فعلا عاشتي لهم امرت فيها ترتيب الا خيالي، فتجي تتسوق وتاكل وتشرب وتطلع. فواحد من اجمل الاماكن السياحيه باربيل حاليا صايره، فالناس كلها تجي هنا بعد، لا غير مولات كلها جراند مجدي مول، فاني هم حبيت اجي اشوفه واشوفه لكم. فتحياتي لكم، ان شاء الله تعجبكم الفيديو. حبيت اشوف لكم واحد من اكبر المولات على مستوى العراق كردستان، اربيل جراند مجدي مول.